Hi everyone and welcome back to my channel. So this is my outfit for today. اليوم باش نمشيو لدايسو. Donc let's go. Donc le skin care فما برشا حاجات ديسبونيبل سورتو الماسك. الماسك في كوريا حاجة طيارة. دونك لي بري ما بين دينار و 200 و 2400. سينو فما زادة دي كريم, فما تونرز, فما a lot of other things. دونك هكاكا 12000. سينو بالنسبة للأولاد فما أوسي عاملين دي براند, عاملين دي كريم سبيسيال للأولاد. دونك كيما تراو فما برشا حاجات موجودين في دايسو, تنجمو تلقو كل شيء ابا بخي. فما دي بارفان هاند كريمز, حتى نيفيا زادا موجودة لهنا, بادي واش جل دوش كي كوت 2400. تنجمو تهزوه معاكم في فواياج اي بلاصة وين مش تمشو, تنجمو تحطو في السكة متاعكم با بروبليم. اي دي ماسك, دي ماسك فريمون حاجة عالمية. لي بري نتاعهم فريمون خاص على الاخر 500 ون, دونك انفيرون دينار و 200. وبالنسبة لأويلي سكين بو غراس لهنا دي شيت اوراق هكا تنجمو تحطو مع سكين نتاعكم و الابزورب الزيت من الوجه. لهنا دي كابسول, سينو كان تحبو تغسلو الميك اب براش نتاعكم لهنا تنجمو تستعملو البرودوي هذا. سينو هذوما دي كيت بور فواياج فيهم دي شامبوان, دونك كان ما تحبوش تعبوا دبوزه وتهزوها معاكم تنجموا تاخذوا هذوكم. سينو هذوما دبابسكم فارغين تنجموا تعبوهم بالبارفان, شامبوان, كريم, anything, كلهم دي برودوي ان جينيرال بور فواياج. سينو هذا اوكين ايدي, I have no idea what is that, but I mean it looks cool. Anyway, as you can see, you can find everything. كل شيء موجود, كل شيء موجود كما تراو بعينكم. البنات ميك اب زيدا موجود عندكم, الاي جليتر خذيت منه حاجه عالميه. فما زيدا الاي شادو, فما دي كولور 3 كولورز موجودين وزيدا جربتهم long lasting, j'adore. Sinon زادا الليبستيك زادا جربتو 3 colors, different colors, it was really good. So as you can see here, I'm trying them on my hand. So I tried the red color, so فما الأحمر أورانجي شوية وفما ما بيناتهم الزوز. سينو فما زادا lip tint. Lip tint was kinda okay, وما يتنحاش بسهولة, دونك I will give it 8 of 10, I think. So this color was also nice, it's like pinkish. مغرومة برشا بالنيل ارت, ولهنا عندهم برشا حاجات ياسر كيوت ياسر رخاص كي كوت حكيت 2400. دونك هذوما دي ستيكرز يلصقو no problem. Sorry I dropped it. Anyway, so as you can see, بالنسبة لهذوما 3D nail art بالبلو no problem. عندهم دي بايت, عندهم برشا حاجات ديسبونيبل.
عندكم هنا nail art like piece nail art yeah, like you know panjak shiny very cute very classy. دونك باش ناخذ منهم وللفيديو جاي استنوني الفيديو جاي ان شاء الله اون فالي تيستي. دونك ايزي 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 فيري ايزي دي ستيكرز يلصقوا ديريكت ما يضيعوا لكمش الوقت and really beautiful. So and here also you have like UV so it costs like 5000 won so حكيت 12000. كل شيء لهنا موجود عندكم دي ستيكرز really beautiful and لهنا fake nails دونك يلصقوا نجمو نزيدوهم لك الكل كل شيء. دونك انا جي ديسيدي باش ناخذ هذا اليوم اون فالو تيستي للفيديو الجايه. سو ذاتس مي هاي ايفريوان. اوكي از يو كان سي عندكم لهنا لي اكسسوار ريلي كيوت اباوت لايك 1000 وان سو حكيت 2400 des accessoires. Donc là, on a comme USB heat hair curler. If you want me to test it, just let me know. So these are heatless like hair curler. And if you want me to test it, please send me a message or just leave me a comment. بالنسبة للقصة تحبوا تقصوا قصة. Donc نجمو تاخذوا لهنا fake hair. Donc la qualité, on va tester le vidéo chez. Donc on va prendre une ponytail for today. Du coup, guys, look here. Namu kiawa. Namu kiawa. Guys, something amazing about Korea is the snacks. Guys, the snacks are something really unique and really good.
Look at that, we have like a pedo, it's like chocolate corn sticks. But really good. Everything is so delicious, everything is amazing. كل شيء بنين, كل شيء يونيك. Donc à essayer. Oh guys, I love that, I love it. بالنسبة لهنا للشيبس, شيبس حلو مالح, donc حاجة vraiment différente على الأخر. They're really like mixed, like sweet and salty at the same time, so it makes the unique flavor. Like, look at this one, it's honey butter chip. Honey butter chip. Where can you find this? Only in Korea. So, yeah. Also, snacks are available in Daiso and very affordable. That one is really good, guys. I love it. Almond, chocolate almond, one of the best. À recommander. Sinon, حتى drinks هذا موجودين. فما تي, فما الجازوس, فما الماء, كل شيء حصيله. Donc, la swim ما بين 2,400 و 5,000. سينو كان عندكم تصاور تحبوا تهبطوهم تخي فاسيل عليكم, كان سكانوا الكود لهنا تحطوا الكاش او بيان كارت من غادي. دونك فو سكاني لو كود اي سي تو, لازمكم جوست لابليكاسيون كاكاو تالك. ولهنا زاد عندكم ستيكرز ماشين, ستيكر ماشين تهبطوا بعد ستيكر نجمو تكتبوا الاسم سيرتو للصغار, ساكوت 2400. دونك لهنا تختاروا شنو تحبوا ايموتيكون. From plusieurs really like different kind of emoticons, so I'm gonna try here for my niece and my nephew, so I'm just gonna try to write down their names and choose something cute for their stickers. So I'm just choosing here. Okay, so you can write down their name. And there's like type 1, type 2, and type 3. I'm gonna go with type 1. Okay, and then you just type their name. You can add a heart, you can add a star. So as you like. So I'm gonna write down my niece's name. Oh, her name is so cute. Lina. Et voilà, stickers interna hadro. Look at that. That's so cute. Donc lehna عندكم la lettre birthday. Whatever you need for a birthday party, Daiso guys. Oh, it makes me want a party. Even if you want to have like some jokes with your friends, you want to do some pranks.
نيه تويز اللعب زاد موجودين، تحبوا تاخذوا دي كادو عندكم بنتك اختك خوك اي حد نجم تاخذوا دي كادو من هنا. دونك also you have everything you need to make the perfect gift. بالنسبة للستودنتس اللي زي تديون اللي جايين الكوريا ما يعرفوش منين ياخذوا الكرارس، منين ياخذوا الستوش، منين ياخذوا الأقلام. دونك لهنا دايسو كل شيء رخيص وكيوت. ناخذ هذه تو نفسرها لكم في الفيديو الجايه. دونك تتسائلوا وينو دبشي دبشي وينو غادي، ما تخافوش كوريا ما يمسلكم حد باشكم تنجموا تخلوا باشكم وتكملوا شوبينغ نتاعكم، ما تخافوش على باشكم حد ما يسرق لكم باشكم. دونك ثانك يو ايفريون فور واتشينغ اند سي يو نيكست تايم.